to perform as much as he can, better as is possible. المدرب بيقول انا دلوقتي عارف ان محمد صلاح مليان بالطاقه من اجل ان هو يؤدي في المباريات بافضل اداء عنده بافضل شيء عنده اكتر من اي شيء. That's why I said that we need to build I need to build one approach, one strategy to take the best of our best players. وعشان كده المدرب قال انا بحاول ان انا ابني الاستراتيجيه من اجل ان انا اقدر استفيد بافضل شيء من كل لاعب عندي. One thing it is sure, everybody must attack, everybody must defend. بس في حاجه دي اكيد موجوده ان لازم كل الفريق بيهاجم وكل الفريق بيدافع. Because we play top games. لان احنا بنلعب مباريات على مستوى عالي جدا. But I don't want Salah playing behind the right back. ولكن المدرب مش عايز ان صلاح يلعب خلف الظهير او خلف الباك. That is wrong. لان ده خطا. So we need to take the best from him. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا we need to create conditions. ناخد منه افضل اداء وبنحاول ان احنا نحاول نوفر له ظروف. Give us the best as he used to do in Liverpool. عشان يقدر هو برضه يعطينا افضل ما عنده زي ما هو بيأدي في ليفربول. Liverpool is Liverpool. بس يا جماعه ليفربول يعتبر ليفربول. Arley is Arley. والأهلي. Here is the national team. وهنا المنتخب. So we need one team. فعشان كده احنا محتاجين شيء. To work for Salah, to work for Trezeguet, to work for Omar Marmoush, to work for Gazi. نشتغل محتاجين فريق عشان نقدر نشتغل لصلاح ونشتغل لمرموش ونشتغل لتريزيجيه. And we need all these players to work for the team. وعايزين كل اللاعبين دي برضو تشتغل من أجل الفريق. بشكل بسيط هو كده. This is the way we can take the best. اللي احنا نقدر ناخد بيه الأفضل من اللاعب. إن احنا نقدر نخلق عنده العقلية. That the team is there to support the player. إن الفريق موجود عشان يدعم اللاعب. And every single player is there to support the team. وكل لاعب بمفرده موجود في الفريق موجود عشان يدعم الفريق. We reach this. وقت ما بنوصل كده. And we have a good example in Arab Cup. I trust the mentality of Egyptian players. المدرب بيقول احنا وصلنا لهذه النقطة وقدرنا في كأس العرب عندنا مثال طيب من العقلية من عقلية اللاعبين. اللاعبين أظهروا التزام عالي جدا وأداء عالي جدا. During the World Cup qualifications, they show strong character. اللاعبين برضو أثناء مباراة التأهل لكأس العالم أظهروا شخصية قوية جدا. They are humble. اللاعبين الحمد لله متفتحين وبيظهروا إن هم شجعان وإن هم You know what? بيقاتلوا. Can I be honest, really, totally honest, open with you? المدرب بيقول عشان أكون صريح معاكم وبرضو مفتوح معاكم في الكلام. Can I be a little bit honest and open with you? يقدر المدرب يصرح لكم بحاجة يا شباب يكون فيها انفتاح شوية من ناحيته. They just need a little bit of more respect from some people that talks about them in the press. أنا محتاجين بس يا شباب إن يزيد الاحترام من الناس اللي بتتكلم عليهم من الخارج. Tolerance. ده يمكن محتاج برضو بعض tolerance. If you give them that love, if you give them that confidence. بعض العاطفة أنا كتر لو بتديهم بعض الحب وبعض الثقة. If you give them that belief. تعطيهم الثقة برضو. Trust me, this Egypt national team can fly much higher. خليك واثق إن المنتخب هيقدر يطير لمستوى عالي جدا. Really, don't create problems where there is no problem. حقيقي احنا مش محتاجين ان احنا نخلق مشاكل في الوقت اللي ما فيهوش مشاكل. Stop inventing fights and conflicts between the staff and all that. نوقف ان احنا نخترع بعض المشاكل وبعض الاحداث اللي هي بتحصل ما بين الجهاز. The ones that ودي حاجة مش موجودة. Are doing that, they are the losers. They're gonna stay behind. We're gonna be in front. لان الناس اللي بتعمل كده هي دول اللي هيكونوا الخسرانين. هم دول اللي هيفضلوا في الخلف واحنا هنكون قدام.